هنتكلم عن هذا الامر مع فضيله الشيخ احمد الدسوقي اللي بنسعد دايما بوجوده معنا في طاقه نور. يا مساء الخيرات وكل سنه وحضرتك طيب. حبيبي الغالي، كل سنه وحضرتك والساده المشاهدين في صحه وعافيه وسعاده وراحه بال يا رب العالمين. اللهم امين. يا رب العالمين. اللهم امين. دايما بنستبشر مع بدايات اي سنه جديده، بنقول يا رب ان شاء الله خير. لكن هو احنا في ايدينا حاجات معينه نقدر من خلالها نبقى الى حد ما ضامنين ان السنه ان شاء الله هتكون سنه خير؟ امور من شانها ان احنا يعني نهذب من انفسنا ونقوم من سلوكياتنا ومن طباعنا بحيث ان احنا نضمن ان السنه دي تحمل لنا خير عن كل السنين اللي فاتت. يا رب اللهم امين. تعالى في البدايه نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في هذا اللقاء صلاة تفتح لنا بها يا رب أبواب الرضا والتيسير، وتغلق لنا بها يا رب أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد. لمن أراد إيه؟ أن يذكر أو أراد شكوره. عاوز عام 2023 يكون مختلف عن اللي قبله ويكون ده أفضل؟ أيوة، آية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فنشكر ربنا كلنا ونقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما أخذ، والحمد لله على ما أعطى، والحمد لله رب العالمين. لمن أراد أن يتذكر، يتذكر أيوة يتذكر إيه؟ إنه يعمل إسكان كشف شامل وكامل لكل سلبية كانت موجودة عنده ويبتدي صححها في عام 2023. تعالى، ايه رأيك النهاردة نسلط الضوء على الصحة النفسية؟ يا ريت. صح، كفاية وهي اولى من غيرها الحقيقة. لان النفسية بعافية الفترة الأخيرة. محتاجين النقطة دي. فتعالى نسلط النهاردة الضوء على الصحة النفسية وكفاية. في البداية تعالى نعرف ان في فرق بين دنيا وفي فرق بين جنة. فرق بين ايه؟ دنيا وجنة. الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، اتفقنا؟ طبعا. اللي بيخطر على بالك بتلاقيه قدام عينك، صح؟ طبعا. ده فين؟ في الجنة. الدنيا مفيش الكلام ده، عشان نكون متفقين بس. طبعا. في البداية. طبعا. على الأمور دي. طبعا. في الدنيا مش كل اللي انت هتعوزه هتلاقيه، أكيد صعب. طبعا. النهاردة في فرح، بكرة ممكن ما يكونش موجود. طبعا. لذلك ربنا وصف الدنيا بوصفين وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي الآية الثانية في سورة البلد قال: لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد، في مشقة ومعاناة. دي فين؟ في الدنيا. فنعرف الكلام ده ونسستم نفسنا على الموضوع ده. ففي رحلة اسمها رحلة كبد ومشقة، طريق كله مطبات هتطلع وتنزل، لكن مع جانب الرحلة دي لازم أنت تخلق لنفسك رحلة فيها سكينة، اتفقنا؟ طبعا. يبقى بجانب رحلة الكبد يكون في رحلة تانية اسمها ايه؟ سكينة. رحلة السكينة دي هي دي اللي هتوفر لك الجو الهادي، هي دي اللي هتعينك على مشق الحياة ومش هتشعر بحاجة. ده أمر مهم جدا جدا. لذلك نصيحة من أخ صغير لكل واحد بيشوفنا دلوقتي: لا تحمل نفسك فوق ما لا تطيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تشيلش شيلة من شيلتك. يعني ايه ما تشيلش شيلة من شيلتك؟ يعني حضرتك ما تتدخلش في اختصاصات مش بتاعتك. يعني ايه الكلام ده اكتر؟ هو انا ليا اختصاصات؟ ايه الاختصاصات المطلوبة مني؟ اختصاصك مطلوب منك السعي. أيوه. النتيجة بتاعته قد ايه وامتى مش بتاعتك، بتاعت مين؟ طبعا ربنا سبحانه ربنا وتعالى. سبحانه وتعالى. فالاختصاصات ما تتدخلش في حاجة مش بتاعتك. أيوه. جميل. طبعا. لذلك سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول: ارح نفسك من التدبير. الدولار طلع، الدولار نزل، انا تعبت، تعبنا من موضوع كل شويه قاعدين الناس اتخلق جو من الكتاب عند بعض الناس. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. علشان كده احنا محتاجين ننظر للموضوع من جانب تاني. انا كراجل دين، مهم ان انا مش مصلح اقتصادي، انا راجل دين، بقول ايه؟ ان الكون ده ليه اله سمى نفسه العليم وسمى نفسه المسعر. يعني ما فيش حاجه بتحصل في الكون الا تحت علم سبحانه وتعالى. طبعا. احيانا الانسان بيبقى في صحته وعافيته ما بيقولش كلمه يا رب. لما بيمرض قرصة ودن يقول كلمة طبعًا. يا رب منين؟ طبعا من القلب. طبعًا. طول ما انت عايش في رخاء ومبسوط ممكن كلمة يا رب ما تخرجش. صحيح. لكن بتيجي وقت شد عشان تخرج تقول كلمة ايه؟ يا رب. لعل ما حدث يكون ده ان احنا نقول كلمة ايه؟ يا رب. ليه؟ تعالى بالله عليك انا بدردش معاك. ايوه. بدردش ايه؟ معاك. في الدين اللي هو سبب سعادتك وانت مخلوق في الدنيا علشان تعبد ربنا عز وجل، ربنا قال لك في الدين
لا يكلف الله نفسا الا وسعها، على قد استطاعتك. مش قادر تقف تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد. مش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت نايم. أيوه. ده في الدين لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاه. احنا بقى في الدنيا ما فيش حاجه اسمها فوق استطاعتنا، ده كل حاجه فوق استطاعتنا. اللي عاوز حاجه بيقطع شرايين عشان يوصل لها. أيوه. مموتين نفسنا من الاخر. واخدينها من الفجر للعشاء جري طبعا. جري. لذلك زي ما في الدين لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في الدنيا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. انا عاوز بس اوصل لمرحله ان للموضوع الصحه النفسيه اللي عند الناس. احنا بينا وبين ربنا الدولار اللي بينا وبين ربنا كل يوم في النازل، ومحدش فينا بيتاثر. دولار الدنيا لما طبعا. بيطلع احنا كلنا بنعيط طبعا. وده عادي، مش مشكله. انا ما بهلومش على كده. ليه؟ لان الموضوع بيتعلق برزق الابدان طبعا. لكن المشكله والطمه الكبرى ان لما يكون الموضوع بيتعلق برزق الارواح وانت ما تتاثرش او انا ما اتاثرش. الدولار كل يوم بينزل وعادي. اخر مره صلينا فيها الفجر يا جماعه امتى؟ اخر مره قعدنا فيها جلسه الضحى امتى؟ بسال نفسي. اخر مره مسكت المصحف ورجعت امتى؟ مسكت كتاب ربنا اللي خلقني وسبب سعادتي فيه، وربنا قال لك الطريقه هو السعاده السكينه اللي بتخرج من القلب امتى؟ امتى اخر مره؟ اخر مره جبرت بقى بخاطر واحد امتى؟ اخر مره قمت فيها الليل بركعتين صليت فيها ركعه كانت امتى؟ اخر مره ذكرت فيها قلت فيها اذكار الصباح والمساء امتى؟ اخر مره ادركت تكبيره الاحرام مع الامام. شوف اليوم فيه كام تكبيره احرام، اضرب 5 في 360. ادركت تكبيره الاحرام امتى؟ علشان كده محتاج اظبط الصحه النفسيه. النفسيه تعبانه وفيها جو من الكابه. ليه؟ علشان خاطر السر الالهي اللي هو سبب السعاده اللي موجوده في كل خليه في جسم الانسان. مش سر السعاده مش موجود. المشكله بس يا شيخ دسوقي ان ساعات بتبقى المعاناه قاسيه قوي وطاغيه فرض نفسها. حلو. على الواحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. شبه لنا كده. ايوه. اللي بيتكلم الناس كلها دلوقتي في الشوارع في النوادي في كل شيء بيتكلم، ممكن يقعد يتكلم في السياسه 4 ساعات، يتكلم في الاقتصاد 4 ساعات، في الرياضه 4 ساعات، وفي الهلس في الفن 10 ساعات، 4 ساعات. طبعا. مين الوقت اللي يقعد يتكلم عن ربنا 5 دقائق وتقعد تسمع له 5 دقائق يكلمك فيها عن ربنا عز وجل؟ انت ليه؟ انا باجب على السؤال بتاع حضرتك قاسيه. قاسيه ليه؟ لان احنا مش ما عندكش الباور اللي تقدر تتحمل بيه مطبات الحياه. ما فيش موجود الباور اللي يخليك تعيش في الحياه سعيد. مش موجود اصلا. ده صفر. ده الجنزير مش ما فيهوش فيه مش ما بيمشيش. ما فيش فيه بنزين عندك اصلا، لذلك مش قادر. ان كله بيزق والعربيه ما بتمشيش لان ما فيش فيها بنزين. ده البنزين الطاقة اللي هتخليك تقدر تتحمل مشق الحياة وصعوبات الحياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الإنسان تخلي بالك لما واحد بيخطب واحدة يقعد يتكلم معاها 5 6 ساعات بيعدوا زي الهوى ومش حاسس بيهم. يقول لك أنا كلمتها 4 ثواني. رأى الله عز وجل يغار يغار. مين الوقت اللي يقعد يتكلم عن ربنا؟ لو وقفت أي واحد قول خليه يتكلم مع واحد مش مسلم عن ربنا اللي خلقه أو عن النبي اللي هيشفع له يوم القيامة 5 دقايق. مش عارفين. لان احنا جوانا محتاج ان هو يتعمل لنا سكان كده، يتعمل لنا تحاليل وكشف شامل وكامل على موضوع الصحه النفسيه. محتاجين فعلا. لذلك لابد من وقفه مع بدايه العام الجديد ده، لازم عشان خاطر يكون افضل. صحه نفسيه ضايعه خاصه مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي 24 ساعه قاعدين عليها طبعًا. ووقت بيضيع. الشباب دلوقتي الموبايل بيترمى على عينه قبل ما ينام ب3 ساعات، ويصحى من النوم يدور على الموبايل مكانه فين وتحت المخده ولا نساه فين. مين الوقت اللي اول ما يصحى من النوم يقول الدعاء ويتوضا ويصلي؟ عايزين نعيش الجو الروحاني ده، مهم جدا عشان تقدر تتحمل مشق الحياه. شتانا بين انسان ممدود ومسنود ومعاه معيه ربنا بالتأييد والنصر وبيواجه مشق الحياه. هو اقوى من الحياه اصلا بمشاكلها. وانسان اخر يعني كجسد يعيش كجسد ومش قادر يستحمل مشق الحياه لان قلبه ميت كله كآبه. ما هو ربنا عز وجل مع البشر مع المعية نوعين، معية عامة مع الناس كلها مع المؤمن والكافر، وفي معية خاصة اللي هي بالتأييد والنصر والتوفيق من الله عز وجل. فاحنا محتاجين فعلا في الأيام دي إن احنا محتاجين معية ربنا اللي هي بالتأييد والنصر والتوفيق من ربنا عز وجل عشان أقدر أواجه مشاكل الحياة. أمرين، ذكر نوعين، ذكر قولي وذكر عملي. الذكر القولي أذكار الصباح والمساء، تحصين لكل واحد فينا من وساوس الشيطان ومن شياطين الإنس اللي بيحقدوا وبيحسدهم ومن الأفكار السلبية ومن الأفكار الهدامة اللي مضيعة علينا الروحانيات. العلماء كانوا بيقول لك إن أذكار الصباح ده عاملة زي الغدوة. أكتر أحسن طاقة في اليوم اللي بتسندك طول اليوم اسمها إيه؟ الغدا. طبعا. ف
فالعلماء كانوا بيسموا اذكار الصباح والمساء دي زي الغداء. بيقول لك اذا ضاعت غدوتي ضاعت قوتي. شوف احنا ضعفاء قد ايه، لان احنا ما بنتغداش. صحيح فعلا، ده الذكر القوي. في بقى ذكر عملي محتاجين فعلا ان احنا نعرفه. على ذكر العملي، تعال أيوة. نتكلم بقى عن الناس اللي بتعمل فعلا. أيوة هو ده. واللي كمان بتنتقي نوع العمل الصالح اللي هي بتعمله، سقي الماء فارض نفسه وطاغي الحياة بأهميته، يعني ضمن ملفات كتير، ولكن دايما سقي الماء ليه خصوصية وتفرد. سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة واخد شكل من أربع أشكال، أو ليه أربع أشكال مختلفة، إما وصلات مياه أو محطات تحلية وتنقية المياه، أو حفر أبار تجميع مياه الأمطار زي اللي بتتحفر لأهلينا في صحراء براني، أو وده بقى اللي هنتكلم مع حضراتكم عنه دلوقتي وبالتفصيل، حفر الأبار الارتوازية. تابعوا معنا التقرير ده، تفضلوا. ومستمرين مع حضراتكم في حملة سقي الماء مع مؤسسة نبض الحياة، في حملة حفر الآبار الارتوازية لأهالينا في الصعيد الطيب الطاهر المبارك صعيد مصر، والنهارده من قرية الكوم الأحمر مركز سموسطة محافظة بني سويف. النهارده جايين نفتتح مع بعض عدد 150 بير بطعم الفرحة والسعادة. المياه كان عندنا أصلا ما كناش نلاقينا، كنا بنشتري المياه بالفلوس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى انا وجيراني هنا فاستكفينا من الميه ومن البير الحلو، وربنا سبحانه وتعالى يدوم عليه. والله قبل البير يعني كنت بملى برميل الميه ب 10 جنيه، والمزرح كله كان بيجي يشرب من عندنا. احنا قاعدين في حته مقطوعه والله. النهارده في حمله سقي الماء مؤسسه نبض الحياه جايه النهارده عشان نفرح مع اهالينا الطيبين، نفرح بالعمل الصالح الجميل البير الارتوازيه اللي بتسقي ناس هنا انقى قطره ميه. النهارده بقى انا عايز اعرف احنا وسائل المشاهدين فرحانه ليه النهارده الفرحه ديت؟ والحمد لله يعني عندنا ميه، وعشان خاطر كنا مشطوحين يعني بنروح نملى من كذا حته يعني. طب كنت بتروحي في اليوم كده كم مشوار؟ يعني الميه اللي نشربها بنروح مرتين بس، الميه اللي كده غسيل ودعيك وكده على طول. طب تقولي بقى ايه للحاجه واللي عملت البير ده؟ ربنا يجعله في ميزان حسناتها هي واللي معاها، وربنا يديها الصحة ويبارك لها والله اللي يخليها، وربنا يزيدهم من النعيم اللي بيعملوه. هي دي الفرحة والسعادة اللي مؤسسة نبض الحياة دايماً بتحب تنشرها في كل لحظة بين أهالينا هنا في محافظة بني سويف. 15740 رقم التواصل والاتصال الجميل عشان نكمل مع بعض حملة سقي الماء مع مؤسسة نبض الحياة. احنا بنتكلم على ناس من اهالينا بيعانوا معاناة شديدة جدا وقاسية جدا عشان بس يوفروا لنفسهم ولاولادهم كوباية مية. بتكلم الناس اللي هم عايشين في وجه بحري زي حالتنا. أيوة. اللي هو بيفتح الحنفية يلاقي المية موجودة. طبعا. عاوز يظبط الدنيا شوية بيقوم مركب فلتر متعدد المراحل. عندنا وصلات المية متوفرة. تطلع على شركة مياه الشرب وتعمل عداد مياه مع وانت لسه بتحط أساسيات البيت، وده سهل جدا. لكن لما تعرف ان وقتنا اللي احنا فيه ده في ناس اصلا ما عندوش وصلة الخط الاساسي الرئيسي، الماسورة الرئيسية. الماسورة الرئيسية تخيل انت بتبني البيت والماسورة الرئيسية انت اللي بتبني. ايوة انا مش هقولك ناس، انت تخيل انت اللي بتبني البيت وفي ماسورة الرئيسية مش موجودة من اساسه. ايه الحل؟ ايه الحل؟ مؤسسة نبض الحياة بتجري سريعا تجاه حل الأزمة بأسرع حل وأجمل وأشيك حل. أسرع وأجمل الاتنين مع بعض. أيوة. عشان أحلله المشكلة سريعا إنك تعمله بير ارتوازي استخراج مياه المياه من تحت الأرض، من باطن الأرض. وعندنا آبار تاني من شكل تاني بالمناسبة. اللي هي آبار تجميع مياه الأمطار، وده خاصة بمطروح فقط. أيوة. فتطلع المياه من تحت الأرض بطرق معينة ومسافات معينة وتحت عناية معينة وناس مخصصين يقول لك لغاية هنا كفاية. علشان خاطر تطلع له ميه صالحه للشرب. مؤسسه نبض الحياه بتقوم عامله البير في شارع يخدم عدد كبير جدا من الاسر. ثم بعد ذلك تقوم جايبه مواسير مد من البير للي جنبه للي البيت اللي جنبه للي جنبه، يبقى انت كده عملت شكل من اشكال وصلات الميه بس بدون ايه؟ العداد. طبعا. ليه؟ بتدخل لهم الميه حنفيه جوه كل بيت، واضف الى ذلك منظر البير اللي انت شفته ده موجود للسبيل اللي رايح واللي جاي من الشارع برضه كذلك. يبقى انت حليت ازمه طبعا،
حليت أزمة وبشكل أجمل كمان، اللي هو البير اللي انت حضرتك ايه شفته قدامك. وده أجمل حاجة في الذكر اللي احنا بنقوله ذكر عملي. أيوة ذكر عملي. احنا قلنا في ذكر باللسان وذكر بالجنان اللي هو العامل بالجوارح والأرقان اللي انت تشتغل تعرف ان في وقت الأزمة لازم العطاء يكون أكتر. أيوة لازم العطاء يكون أكتر. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثير العطاء ويعطي بطريقة مهولة جدا، لدرجة إن سيدنا الحسن والحسين قالوا له تصدق بقدر معقول. أنت قاعد تعطي في وقت الأزمة أنت مش عارف إيه اللي يحصل، ممكن الأزمة تطول والدنيا قال. فقال له لقد عودت الله عادة وعودت عباده عادة، وأخشى خايف أن أقطع عادتي فيقطع الله عني عادته. خايف خايف. لذلك الناس دي كانت عندها فقه الواقع. أيوة. في وقت الأزمة زود زود ما أنت محتاج، وأنت بتزود عشان خاطر هو محتاج. ما هو برضو عشان تزود بقلب جامد لازم تبقى أنت على يقين تام ومقتنع ودقت وجربت بنفسك وما عندكش ذرة شك في أن فعلا ما نقص ماله من صدقة. الله يفتح عليك. نقطة، عندك شك في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما شاء الله طبعا. لا. عندنا يقين أن وعد ربنا لن يخلفه. طبعا مستحيل طبعًا. ربنا طبعًا. يوعد لزوال الكون كله أهون عند الله من ألا يحقق وعدا من وعوده في كتاب الله. نعم بالله. اتفقنا؟ طبعا. هل تصدق بأن الذي يعطي في وقت الأزمات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما يخافش. معقولة؟ آه أنا خايف أن الأزمة تطول. ما تخافش. خايف ان لا قدر الله اقع واتعب ومش عارف ايه وانا معيش فلوس اتعالج. ما تخافش، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واوعى تزعل ابدا. قال تعالى ايتين في سوره البقره، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. يعني الناس دي ايه؟ طبعا مداومه. مش جنيه اديته له بتاعت مناديل ورميت الموضوع ومشيت. طبعا بالليل والنهار، يعني مش يوم بالليل وشهر اللي بعده بالليل، بالليل والنهار يعني ايه؟ استدامة وتواصل على طول. الله يفتح عليك. سرا وعلانية. أيوة. على طول. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ما فيش خوف عليهم. ليه ولا هم يحزنون؟ لأن الناس دي بتفكر صح، الناس دي بتنفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيبك من حسابات البشر بقى وتعب البشر، احنا عايزين نفكر مرة بحسابات رب البشر سبحانه وتعالى. كل بيت كل جدار مغطى عليه مشاكله وبلاوي. دي راحة فين وجاية منين وهو ايه في كون ربنا سبحانه وتعالى؟ صحيح. طيب احنا كلامنا حابب يتواصل بشكل شخصي ومش بس من خلال التليفون مع مؤسسة نبض الحياة، يقدر يتوجه لي مقر من الأربع مقرات أو عنوان من الأربع عناوين اللي هتظهر قدام حضراتكم حالا على الشاشة. بالمناسبة العنوان المتعلق بالضوء ده عنوان المقر الرئيسي أو المقر الرئيس لمؤسسة نبض الحياة. التلات عناوين الأخرى هي تلات عناوين لتلات مكاتب مختلفة للمؤسسة في اسكندرية وفي طنطا وكمان في المنصورة. آدي واحدة. الحاجة التانية، احنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن ملف مهم جدا اللي هو حفر الآبار الارتوازية لكتير من أهالينا اللي فعلا تأمس الحاجة ان يتحفر لهم بير من الآبار دي. تعالوا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل الكلام مع الشيخ دسوقي. اتفضلوا. من محافظة بني سويف جت النهاردة حملة سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة علشان تستكمل مع حضراتكم مسيرة العطاء والإنجاز، وخاصة في ثلاث مراكز: مركز إهناسيا، مركز سموستا، ومركز الفاشن. ثلاث مراكز النهاردة بتفرح باستلام عدد 150 بير ارتوازي. يعني إيه 150 بير ارتوازي النهاردة بنسلمها؟ يعني 150 جبر خاطر لأهالينا هنا. مش ممكن يبقى 150 دعوة مستجابة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ممكن. تأكيد إن شاء الله عز وجل. 150 دعوة مستجابة. و150 ايه كمان؟ 150 فرحة، 150 سعادة، 150 سرور، و150 شارع بيفرح.
عند كل بير بنسمع حكاية، وإن عند البير ده في حكاية خاصة كده نحب نسمعها مع بعض من أمنا، نشوف حلها قبل البير ما يتعمل وبعد البير ما يتعمل. تعالوا نسمع مع بعض كده ونتعرف عليه. قولي لي يا أمي، البير ده فرق معاكم وجوده؟ كتير قوي. ده عطانا معنوية جامدة. والله كنا مش متوقعين. أيوة. لأن إحنا يجينا أهل الخير لحد عندي. أيوة. يا رب يخليكم. من ساعة ما البرد جه بقيت بطبخ المية عندي الحمد لله جوه وكل حاجة، وبطبخ وبغسل وكل حاجة. طب أنت كنت بتعملي قبل ما البرد يجي يا أمي؟ والله قاعدة أنا وليا كبيرة وقاعدة وأولاد ابني بيسعى ويدونا شوية مية في الجزائر. فعلا كان معاناة كبيرة جدا، بنعاني دينا فترة كبيرة بنعاني من موضوع المية ده، لأن المية دي مشوار بعيد علينا جدا عشان نجيب الجراكن دي، والوزن ده بتشيل وكل يوم، والأسرة عددها كبير بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله. والله قبل ما يجيبوا لنا البرد كنت بروح املى ميه، سواء العيال بتروح معايا وسواء بسيبه. كم مره دعيتي ربنا ان هو يكرمك بحد يوفر لك الميه؟ من عندك يا رب كتير قوي. كتير قوي. كتير ايه؟ واستجاب مني ربنا. كتير عملت ايه؟ ادعي كتير، ادعي اقول ارزقنا باولاد الحلال وارزقنا بالناس الحلوه اللي اضطر يريق ده وما يتش حمل هم حاجه. شفنا انجاز بسم الله ما شاء الله في حتى في الوقت، وشكرا جمهور نبض الحياه. احساسك ايه يا عم رجب لما مؤسسه نبض الحياه جابت لك او عملت لك الهديه الجميله دي؟ اقول لك احساسي؟ ايوه طبعا، رحمتونا من دول. ولسه ياما اسر كتير بتنادي وتقول لسه في ناس كتير محتاجين، يا ريت تعملهم زي ما انتوا عملت لنا. لا ده في ناس في امس الحاجه للموضوع ده، وبقول لجمهور نبض الحياه اشتغلوا مع الناس على قد على اكمل وجه، لان الناس دي بتوصل الرساله لكل واحد محتاج في الابيار. فين اهل الخير؟ اوعى تنسى، اجعل لغيرك نصيب في خيرك يا رب. اللهم امين. طبعا اهالينا دول حياتهم بتختلف تماما بمجرد ما بتنتهوا من اعمال الحفر للبير اللي هيسقيهم الماء. طبعا بص اقول لحضرتك حاجه، حينما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللي عاوز يفهم تفسير الايه دي ما يقراش تفسيرها في الكتب ابدا، اقرا تفسيرها عملي. عارف امتى؟ لما تكون صايم طول النهار ويجي وقت الفطار ومش لاقي كوبايه ماء قدامك. طبعا تعرف ان انت كنت ميت وكبادية لتحييك، مش الخروف اللي قدامك هو اللي احييك. طبعا ابدا صحيح، بس هيعمل شغل برضو الخروف. لا مفيش شك طبعا ان الميه واهميتها في حياتنا مش محتاجين نتكلم عنها. طبعا فمهم جدا تفسير الايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، الناس دي تعرف تفسيرها عملي. هما لو كانوا عايشين ازاي بقى قبل كده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو مفيش انسان بيعيش بدون ميه، لكن في حاجة إنك بتحصل عليها بمشقة وتعب طبعاً، في فرق إنك بتحصل عليها بأريحية. على سبيل المثال في فرق بين واحد بيجيب الجنيه بطلوع الروح والنكد خلاص، واحد تاني بيجيبه بسهولة ويسر طبعاً. ده حياته النفسية استقرار وسكينة طبعاً. وده حياته النفسية تعب، لأنه طول النهار قرفان على ما بيجيب الجنيه آخر يوم صح طبعاً. ومعاناة وتعب وساعات ده لو واحد كح مش هيعرف يخرج يجيب كوبات مية طبعاً. بيروح ابنه، بتروح مراته، مشقة بمعنى المشقة طبعًا فعلا طبعًا. مشقة لا بتاع. وكثير من الأسر أصلا اللي فيها حد من كبار السن، اللي فيها حد لازم. مريض، حد من أصحاب الإعاقات يعني. أم أولاد بتبقى في مشقة بمعنى الكلمة فعلا طبعا. في نقطة مهمة جدا عايز أوضح مع حضرتك عليها، ألا وهي موضوع الثقة والمصداقية. ليه أحيانا واحد من يشوف الوقت يقول لك مؤسسات زي لا، إحنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا كمؤسسة اسمها مؤسسة نبض الحياة. اسمها إيه؟ نبض الحياة. بفضل الله عز وجل رقم واحد عندنا بنسعى للثقة والمصداقية، وده في شكل كبير جدا من الاشكال. الناس فيها خير كتير جدا وعايزه تعمل، بس مين اللي تثق فيه؟ هقول لك تثق ازاي. دي نقطه مهمه على فكره جدا. اولا حضرتك لما بتيجي من بدايه ما بتيجي تساهم، لو حطيت في بنك سي اي بي او في مكتب بريد، ده بيبقى تحت ايه؟ مرأة ومسمع من الدوله طبعا، فمعروف اللي داخل واللي طبعًا. خارج ايه اللي بالصفحه النقطه دي. طب لو جيت عن طريق المؤسسه وخدت ايصال، الايصال ده بيكون عليه ختم المؤسسة وختم وزارة تضامن الاجتماعي طبعا. يعني الجنيه اللي بيخش بيتراجع طبعا. لو واحد جه خد إيصال بدون ختم الوزارة لا يعتد إيه دي. ده رقم اثنين، يبقى أنت كده بتدفع الفلوس ومطمن إن في رقابة من الدولة إيه طبعا عليه. إيه اللي بالصفحة؟
لما حضرتك الأموال بتخش في المؤسسة بتشكل على حسب المتبرع أو المساهم أو المشارك عاوز إيه بالظبط، يوجهها لفين. أنت لو عاوز تعمل بير زي اللي موجود ده أهلا وسهلا، بنروح نشوف الناس الأولى بالرعاية، فقه الأولويات، وتعالى الشارع ده محتاج، عارفين انكم محتاجين، بس هات الورق ما يثبت وتوثق من الشؤون الاجتماعيه وكل حاجه تمام خلاص هنعمل لكم. والورق ده بيجي يتحط عندنا فين؟ في المؤسسه، عشان خاطر لما تقول لي الجنيه دي جبته بايه اقول لك جبته بنص جنيه فول، أيوه، بربع جنيه طعميه، طبعا، وبربع جنيه عيش اهوت، والفلوس ما اهي اهي التفصيله الكامله من الالف للياء. طبعا. رقم اثنين. رقم ثلاثه، بعد ما البير بيخلص بيتحط عليه الرخامه اللي حضرتك وحضرتك شفتها، عليها الاسم بتاع المساهم، السيريال نمبر بتاعه، وبعد كده المؤسسه بكامل المعدات وبكامل الناس الموجودين يروحوا يشوفوا عينه ده بنفسهم. المره اللي فاتت في الابار اللي 150 احنا كنا بنستلمهم من دول، في ابار اترفضت. ليه؟ وحاجات بسيطه بس احنا ما رضناش نستلمها لان ده امانه. طبعا الحنفيات قريبه من الـ الـ الحوض، الارضيه بتاعتك، من الحوض، مفيش مساحه يتحط، مفيش مساحه يتحط فيها جردل. مش المواصفات بتاعتي. اعملها جا استلمه بعدين، خلاص احنا هنعملها. المقاول يقول لك خلاص اعملها، انتوا مش عارفين احنا هنعملها. قلت له لا، بينما انا استلمته يبقى اعتبر انا وافقت. طبعا لا، ده يتعمل اكيد ما استلمتهوش خالص، هد واعمل وابني تاني. فدي امور مسلمات قالب به، استلم البير زي ما مكتوب في العقد بيني وبين المهندس، مواصفات معينه، بمقاييس معينه، ونسب معينه، والبير بير بيتعدى عليه، بير بتعدى وتصور عنده، وبعد كده باخد اراء الناس اللي استفادوا من البير وتصور، وبعد كده باخد اللوكيشن وببعت كل ده لمين؟ للمساهم والمشارك. وقبلها بقول له تعالى انا فيها اللوكيشن بتاع البير بتاعه، عشان لو ما قدرش يجي معاك وقت الحفر، أيوة، او الافتتاح، نعم، يقدر يعدي في اي وقت ويطمن بنفسه بس. وبتبعت له كل ده، في اكتر من كل ده ثقه ومصداقيه. لا طبعا. اخيرا وليس اخيرا، مهم جدا ان احنا نعرف النقطه دي، الكمية اللي حضرتك شفتها في مؤسسة نبض الحياة، احنا بنتكلم بأرقام وإنجازات. أيوة. لما تلاقي أكتر من 1000 بير في عام 2022 اتعملوا ما شاء الله ارتوازي، وبالمثل 1000 بير تجميع مياه أمطار، وأكتر من 4000 وسط مية، وكم مسجد يتبنى، أكتر من 12 مسجد، ما شاء الله. ولما تلاقي أكتر من 1000 فدان من التمر المجدول، أعلى حاجة هنتكلم عنه، جايين له على فكره، جايين له كل ده لما يتعمل، هل واحد شخص واحد اللي عمله؟ لا طبعا، جمهور، اكيد جمهور طبعا. كل ده معمول في فتره قليله، دي مش اكبر ثقه ومصداقيه؟ اكيد، الحمد لله. مهم جدا انك توضح الكلام ده ليه؟ لان ثقافه البعض لما بيشوف حاجه زي كده كمؤسسه في التلفزيون ممكن يرتبوا شيء من الشك. فانت بترد على جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع السيده صفيه، احد من الصحابه عدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى انها صفيه. قال له افيك يا رسول الله، انا اشك فيك. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. لازم توضح للناس كل حاجه. واسمح لي كل حلقه ان شاء الله عز وجل نقعد قدام حضرتك هوضح الكلام ده وهبينه، وهتكلم مع الاستاذ عبد العزيز المدير التنفيذي ورئيس مجلس اداره الباشمهندس امجد، ان هما بعد كده لما يجوا مع حضرتك الحلقات بتاعتهم يجيبوا الايصالات ويبينهم للناس، يعرضها قدام الناس، ويعرض الايصال للناس، ختم بتفاصيله كلها، بتفاصيله الكامله طبعا، ختم المؤسسه وختم الوزاره، عشان اي حد بياخد ايصال من المؤسسه طبعا مش بتعمل تحت بير السلم. ايوه. والعقد اللي بيتكتب بين المؤسسه وبين المساهم، سواء لو عمل بير او عمل وسط ميه او زرع نخله، العقد، والعقد فيه رقم الايصال اللي اتدفع، رقم الايصال ايه للدفع لازم، لانك مدام انت بقى لك شريحه كبيره جدا وبقيت مؤسسه عامله ولها صيت في المجتمع، معرض انك حد يقول كلمه، لان دي النجاح في الحياه. اكيد دي النجاح في الحياه. اي انسان ناجح لابد ان يكون له اعداء بطبيعه الحال طبعاً. وده سنه الحياه. صحيح. الانبياء الطريق بتاعهم كان كله شوك. اوه طبعا، صح طبعا. واي انسان ناجح لازم تلاقي في طريقه شوك، فانت حط الاحترازات. جميل، ونشوف بقى مع حضراتكم اخر تقرير في هذا الملف، اتفضلوا. وفي قريه الكوم الاحمر مركز سموسطه محافظه بني سويف،
كاميرا مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة بتتجول كده وبناخد فكرة عن احتياجات اهالينا الطيبين هنا. سلام عليكم. الله يصلح حالك. ازيك يا حاج؟ الله يخليك. عامله ايه؟ الله يصلح حالك. كل لحظه وانت طيب. وانت طيب وعودت عليك بخير. ايه الابتسامه الجميله دي؟ الله يخليك. ده انت الاحسن والله. والله انت الاحسن. وشك منور. والله ربنا يحرسكم ويخليكم ويجعلكم في الزياده على طول. يا رب. قولي لنا بقى، انا نفسي افرحك اكتر، محتاجه ايه؟ والله محتاجه لامي ومحتاجه البيت. رجلي وجعاني والله ما برحم اللي يسك الباب في وشي واللي يخليني امله. وراح أملى من آخر الدنيا من بعيد. كنا بنجيب أمي من آخر الدنيا، الله يديه الصحة ويكتفي شر المرض. والأمية مالحة زي الصير. يعني أنت عايزة هنا بير يطلع لك مية جميلة. مية جميلة زي ما أنتوا حلوين زي ولادي كده. ربنا يبارك لك يا رب. بير لو اتعمل يريحك؟ يريحني، يريحني عشان دول وجعين. حاجة أبو سيد بتقول أنا فرحانة وحاسة إن الخير جاي لما شفت مؤسسة نبض الحياة جات عندي هنا وشافت حالي إيه ومحتاجة إيه. الحاجة أم سيد محتاجة بير التوازية ومحتاجة نسقف لها البيت، بس إن شاء الله الاتنين هيتعملوا بفضل الله أولا، ثم بفضل مجهود جمهور مؤسسة نبض الحياة اللي دايما بيجبر بخاطر أهلنا وأسيرنا الطيبين ويبشرهم ويطمنهم. منتظرين دعم ربنا سبحانه وتعالى اللي عندكم ثم دعمكم مع مؤسسة نبض الحياة. طبعا احنا اهالينا دول اللي احنا بنتكلم عليهم وبندعو كل المشاهدين ان هم يتبرعوا لهم بحفر ابار ارتوازيه مختلفه، فحقيقة الامر الناس دي محتاجه كل حاجه طبعا. يعني حتى يعني خدت بالي كده من بعض اللقطات في التقرير الاخير، الناس دي محتاجه كل حاجه حقيقي، بس تبقى طبعا الصداره اكيد والاهميه القصوى لملف الميه بالنسبه. هو موضوع مؤسسه نبض الحياه ماشيه بمبدا اسمه فقه الاولويات. طبعا بتقول لك انا بشيل على دماغي او الحماره او التوك توك، هي قالت كده اللي هي وسيله المواصلات اللي عندها. فتخيل هي لو تعبانه لا قدر الله ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه. امين يا رب. موضوع التوك توك ده هل هينفع في الشتاء؟ لا طبعا. معاناه. لا طبعا. خلاص في امور كده معينه انك لما هتعملها هتسد 90% من المشاكل. ايوه مهم جدا طبعا. وبعد كده مؤسسه نبض الحياه بتبص على موضوع الاسقف في حمل الدفع عندنا، موضوع مهم جدا ان احنا ننظر الى هؤلاء الناس في وقت تاثر الغني قبل الفقير بارتفاع السلع. صح اكيد. يعني لما تقعد مع رجال الاعمال والناس اللي هم احنا كمرتاحين ماديا تاثرنا ولا ما تاثرناش؟ طبعا. او الناس دول ايه بقى؟ صحيح، ما بالك بدول فعلا. ما بالك بدول طبعا. عاوز ربنا عز وجل ييسر عليك امور حياتك، ييسر على هؤلاء الناس. تعال نتعامل من هذا المنطلق ونتعامل بقى مع الموضوع بطريقه فيها نوع من الحل. دعك من التشاؤم والكلام اللي ملوش فايده والشكاوي اللي توجع القلب، لان احنا فعلا يعني مش مستاهله الموضوع وجع قلب اكتر ما هو موجوع في كل حاجه وكل واحد عنده مشاكله الخاصه. تعال نحل بالحل اللي ربنا عز وجل قال لنا عليه. تخيل ان ربنا قال لنا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. دايما ايات العطاء ايات العطاء كلها بتقول ان المستفيد اللي بيعطي وليس الاخر، مش المتلقي مليون ابدا في المية. ابدا مليون في المية. وللاسف احنا لما بنيجي نساهم في حاجه بفكر ان انا بفتح له ابواب. لا، انت بتفتح له باب، انت بتفتح انت لنفسك ابواب. طبعا دي مشكله عندنا في الفهم، ان انا لما بساعد واحد بفكر ان انا فتحت له باب. يقول لك ده انا يعني ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا فتحت له باب. مين لك انت فتحت له باب؟ انت فتحت لنفسك 100 باب. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. عندك شك في كده؟ عندك شك في كده؟ لا طبعا. محتاجين اليقين في النقطه دي. محتاجين اليقين في النقطه دي، ان انا وانا بساعد الانسان ده انك انت بتساعد نفسك انت. طبعًا. اصلا طبعا انك لما بتحل له مشكلتك انت بتحل مشاكلك انت. احنا لو ادركنا ده مظبوط هنمشي ندور على اللي محتاج مساعده عشان نساعده. والله جدا طبعًا. جدا. انا قبل ما اخد الدواء ده هو ربنا اللي بيجعل فيه الشفاء، صح ولا لا؟ مليون في المية. احيانا الاثنين بيعانوا من مشكله واحده والدواء اللي بياخدوه واحد بيشفي الاول ما يشفيش الثاني. شفنا كده في كورونا ولا لا؟ اهو. وفي غير كورونا وحياتنا. كورونا الناس كلها مصابين بنفس التعب. طب. نفس المرض بياخدوا نفس البروتوكول العلاج ونفس العلاج اللي الوزاره الصحه كانت بتقول عليه كله كان بياخده. ايوه صح ولا لا؟ طبعا. وكله كان بيجري على المستورد عشان ياخد، وساعات اللي مش واخد المستورد هو اللي بيفوق واللي خد المستورد بينام. صح صحيح حصل. ربنا احنا ده اخد بالاسباب، ولازم طبعا. عشان خاطر لازم تاخد بالاسباب طبعا. لكن وانت بتاخد بالاسباب توكل بقلبك على رب الاسباب وادخل لربنا عز وجل من الباب ده اهو، الباب اللي هو ايه
باب مساعدة الناس، باب فك كرب الناس حتى يفك الله عز يفك الله يفك الله عز وجل كربتك. طبعا مهم جدا انك تفكر بالاسلوب ده. المشاكل اللي احنا عايشينها حلها سهل، بس الدماغ اللي تفكر صح. قدامك مسألة سهل جدا تحلها بسرعة، واحد قاعد يلف ويكتب 100 قانون عشان نوصل في الاخر لحل، واحد كتب قانون واحد حل المسألة في دقيقة. ده الطالب اللي بيفهم طبعا، اللي ما بيقعد قدام مسألة بيختصر 7 قوانين ويحلها في أقل وقت. أهل اللي فاهم الدنيا صح يحل المسألة في أقل وقت، أقل وقت قبل ما أروح للطبيب. أنا بقول لك روح للطبيب طبعا، بس قبل ما أروح للطبيب لازم عارك. عندي ثقة في ربي ورب الطبيب واجري أخرج أعمل حاجة بنية إن ربنا عز وجل يشفيني وأروح للطبيب. ومن عدل ربنا عز وجل في هذا الكون أنه جعل الجزاء من جنس العمل. أيوة طبعا. الجزاء منين؟ طبعا جنس العمل. ربنا طبعا. لما أغرق فرعون ما أغرقوش إلا لأنه قال أليس لي ملق مصر وهذه الأنار تجري من تحتي أفلا تبصرون، مش شايفين الأنار اللي تجري من تحتي؟ فأغرقه الله وجعل الأنهار تجري من فوق. جزاء من جنس إيه؟ العمل. العمل. سيدنا إبراهيم لما طلع سيدنا النبي شافه مستريح على كعبة السماء لأنه تعب في بناء كعبة الأرض فاستراح بجوار كعبة السماء. الجزاء من جنس العمل. طبعا. اليوم اللي انت سطرت فيه واحد، انت ما سطرتش واحد، سطرت نفسك في يوم هتيجي فيه هتتكشف في ربنا سطر مليون في المية يا رب. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى نفتح مع فضيلتك ملف مهم جدا، وقف النخيل بتفاصيله الحلوة كلها. اتفضل. اهلا بكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل قعدتنا الحلوه ودردشتنا الحلوه مع الشيخ احمد دسوقي اللي منورني في حلقتنا النهارده. خلوني بس قبل ما نفتح معاه ملف جديد افكر حضراتكم بان لمؤسسه نبض الحياه 4 عناوين مختلفه، عنوان منهم اللي هو العنوان اللي تحديدا موجود في منطقه الدقي ده المقر الرئيس للمؤسسه، و3 عناوين تانية في 3 محافظات مختلفة، دول مكاتب مختلفة للمؤسسة في اسكندرية وفي طنطا وكمان في المنصورة. طيب ادي اولا. ثانيا بقى عايزين نتكلم مع حضراتكم وبالتفصيل عن ملف في منتهى الأهمية، واحدة من أهم المبادرات اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة، وقف النخيل. تابعوا معنا. معروف ان النجاح بيبقى اساسه هو التعاون، وهو ده اعظم سر، ان الايادي تكون ماسكه في بعضها وقبلها تكون القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب عباده الصالحين قال ايه؟ قال سابقوا الى مغفره من ربكم، قال وسارعوا الى مغفره من ربكم بايه؟ بالجمع. لان ربنا سبحانه وتعالى يحب الجماعة ويد الله مع الجماعة، علشان كده وصلنا للنجاح ده، وصلنا للمشروع الجميل ده، وأتمنا بفضل الله عز وجل الألف فدان بعد رعاية ربنا سبحانه وتعالى للوقف الجميل ده. تعاونكم معانا، انتم الدافع، انتم المحرك الرئيس، انتم الطامحين، عشان كده طموحكم كان هو سر العزيمة، سر الإرادة بتاعتنا ان احنا نجري للمكان ده ونخدره ونحول الرملة الصفرة ديت بدل رمال صفراء إلى جنات خضراء، وعايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، ونقدمها هدية جميلة، حاجة جميلة ومعتبرة. هو ده الجمال كله، هو ده العظمة كلها اللي فضل من ربنا عز وجل. أنتم الداعمين وأنتم المؤسسين. نجاحنا هو أن قلوبنا كلنا على بعض، كلنا خايفين على بعض، كلنا خايفين من ربنا، كلنا خايفين على الأمانة، وهو ده سبب النجاح. منتظرين نجاح الألف فدان، ننقله لل8000 فدان. سر نجاح الألف فدان اللي حضراتكم شايفينه الوقت ده الإخلاص، بداية من العامل اللي كان بيزرع، مخلص في عمله وممكن يكون الراتب بسيط بس مخلص لأن عارف إن ده لربنا عز وجل. الإخلاص في اللي اتصل وقال أنا عاوز أساهم معاكم بوحدة
اثنين ثلاثة أربعة فدان، اثنين فدان من نخيل، لأنه كان مخلص لربنا عز وجل. الإخلاص في فريق العمل في المؤسسة هناك، أنا كنت واقف على أرض صلبة وعارف إن الأرض دي أرض مبروكة وأرض مباركة من الله سبحانه وتعالى بموقف. إحنا لما جينا هنا كنا أول ناس في المنطقة، وبعدين جه ناس اشترت قبل نبض الحياة وبعد نبض الحياة. في يوم من الأيام بعض المهندسين الناس المقيمة معنا هنا بيحكي لي موقف، بيقول لي الجراد جه على الأرض اللي قبلنا، عدى على الأرض كال الأخضر واليابس في ليلة وضحاها، بالليل الصبح ما لقوش زرع في الأرض، وعدى من الأرض بتاعتنا وراح على الأرض اللي بعدها وكال كل الزرع، لكن النخل كل نخلة كانت حائط صد زي ما هي. أنا قلت له عارف ده منين؟ من الله سبحانه وتعالى. والله ربنا اللي حافظ النخل بصدقات هؤلاء المخلصين، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيتم علينا وهيفرح الناس تشوف المحصول وتشوف الخير اللي هيفتح البيوت بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد أخلص في عمله نتيجة الإخلاص ده، الثمرة اللي حضراتكم شايفينها اليوم. طيب بما اننا بقى بنكلم حضراتكم دلوقتي عن وقف النخيل، فانا هستسمح الشيخ دسوقي انه يبتدي بمعنى كلمه وقف، ما هي الوقف يعني طيب. ايه وقف واشمعنى النخيل؟ جميل، الله يفتح عليك. كلمه وقف يعني لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. لما انت تقول وقفت الموضوع ده او وقفته، انا حبسته لمين؟ لربنا. بمعنى ايه؟ ان كل اللي يطلع منه يخرج لمين؟ لوجه الله. وكلمه وقف اصبحت لا تورث. يعني لو عندي بيت خلاص ملكيتها خرجت بالبراءه، جبت الشقه رقم 13 وعملتها وقف لربنا سبحانه وتعالى، يبقى الشقه دي ما ينفعش حد من الورثه ياخدها، ولا ينفع ان انا اجي في يوم من الايام اقول هعطيها هديه لحد، لانها بقت ملك ربنا وخرجت من حوزتي ودخلت فين؟ في ملك الله عز وجل سبحانه وتعالى. واصبح كل اللي يطلع منها يخرج في اوجه الخير، اللي هو التسبيل بقى، اللي هو التسبيل. ايوه، اللي يطلع منها يخرج مين؟ في اوجه الخير. بالمثل ده النخل، بتجيب نخلة تحطها وقف لربنا، لأن مؤسسة نبض الحياة مالكة لها، ولا المساهم أو المتبرع للنخلة هو هي ملك لها. أمال اللوفت اللي أنتوا حاطينها دي إيه؟ اللوفت دي كرمز من الرموز، زي ما الإنسان بيموت بتحط في مكان كده وكتب عليه الفلان الفلاني ده مكانه، هو الروح رجعت لمين؟ لربنا. أمال المكتوب بره إيه ده؟ ده مكتوب عشان خاطر إن حضرتك تتذكره بالدعاء وتعرف إن المكان ده في فلان الفلاني. أيوة. لكن الحقيقة إنه رجع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي طبعا. يبقى هي إيه؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فده بس بتثبت إن ده بتاعت فلان وخلاص، لكن هي مش ملك لأي أحد، هي ملك لله عز وجل. ده معنى كلمة وقف. وطبعا لها أثر في القرآن وفي السنة، والصحابة كلهم أوقفوا لله عز وجل. طبعا. احنا عندنا فقر، عندنا فكرة موضوع الصدقة موجودة، عندنا فكرة موضوع الزكاة موجود، لكن محتاجين ان احنا نجدد موضوع فكرة الوقف. معنى ان انا لو معاه مليون ما خرجوش صدقة كله، لا، اعمل جزء منه وقف. معايا 10 جنيه خرجتها صدقة انتهت، لكن لما تعملها وقف كل جنيه يخرج منها زي اللي بيحطوا فلوس في البنك. أيوة. واللي بيخرج ايه؟ بياخد. انا عاوز الفوائد دي اللي تخرج دي تكون لربنا. يعني ايه؟ مع فرق التشبيه، ده النخله هتحط والفوائد اللي بتخرج منها لايه؟ لوجه الله عز وجل على طول. طبعا. ده شغال، فدي حاجه جميله جدا. والناس اللي بتتبرع بتطلب بقى منكم، يعني مثلا اللي بيجي لكم او بيتصل معاكم بيكم ويقول لكم انا عايز اتبرع بنخله. نعم. وقيمه النخله 5000 جنيه بالمناسبه للي من حضراتكم. نعم. مش عارف بيختار من الاول، يقول لكم انا عايز التسبيل بقى يمشي في السكه الفلانيه. طبعا. يعني العائد بتاع نخلتي بيختار انه عايز يحط مثلا في سقي الماء او في تسقيف البيوت او بيختار، بيكتب عقد بينه وبين المؤسسه. العقد ده من ضمن بنود العقد ان هو عاوز اللي يطلع يتحط فين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او كل ما سبق. أوكي. على حسب ما هو عاوز. معظم الناس يعني طبعا عارف ده صعب تحصروها الحكايه. نعم. بس على الاقل الكم الاكبر على حد علمك الناس بتختار ان التسبيل يمشي في اي سكه؟ في كل الاوجه. كل اوجه الخير. ده مهم. الامر الثاني ان حضرتك المنظر اللي انت شفته في التقرير ده، هي دي المزرعه بتاعت مؤسسه نبض الحياه. مش مكان مزرعه احنا مصورين فيها عشان خاطر نروج هنعمل لمكان تاني. ما عندناش الكلام ده، دي المزرعه بتاعتنا.
ولا حاجة فوتوشوب موجودة ولا أي حاجة، واللي عاوز يروح يشوف بعينه على أرض الواقع. اتعملت في سنة ونص، ما يقرب من السنتين، ما بين السنة ونص والسنتين المزرعة دي خلصت ما شاء الله. ده أكبر دليل على الثقة والمصداقية. أكيد للا. أكيد ما في شك. الكل النخل ده مش واحد ولا عشرة ولا كم، 65,000، كم ألف واحد شارك مساهم. طب على فكرة الكلام ده ممكن يقلق اللي مش عارف، يقول لك يعني. إيه طب أنا كده، طب أنا حابب، أنا كده فرصتي راحت ولا إيه؟ لا، مؤسسة نبض الحياة خدت 8,000 تانيين ما شاء الله، 12,000 منهم أول 8 هيزرعوا للنخل تاني، هتقسمهم برضو نفس الطريقة، هيتقسموا نفس التقسيمة دي بالظبط إن شاء الله عز وجل. 250 إن شاء الله عز وجل، هتتخيل 8,000 فدان وإن شاء الله عز وجل هيخلصهم، لأن دي بتاعة ربنا. شوف الشيخ أحمد ممدوح قال لك إيه؟ قال لك المكان ده والله العظيم يعني احنا في مثل مبروك، احنا عندنا مثل في مصر بيقول لك ايه، المركب اللي فيها لله ما بتغرقش. حقيقي والله والله المركب اللي فيها لله ما بتغرقش. وشفنا نماذج بعيننا عمل على ارض الواقع. حاج صلاح عطيه معروف، راجل اعمال مشهور جدا، وكانت جنازته قنوات اشارت اليها. ليه؟ لان كانت مركبه فيها لله فما غرقتش، كترت. كان راجل معوش الا 10 جنيه، بادئ ب 10 جنيه بقى ملياردير ما شاء الله، ملياردير، ويضرب بيه المثل في العالم في بورصة الدواجن ما شاء الله، وروح متغمر. شوف أنشأ جامعة في قرية ما شاء في الله. قرية وما كانش الحكومة ما كانتش موافقة أنها تنشأ جامعة في قرية، قالوا لازم القطر يكون موجود، معدي عمل محطة قطر ما شاء الله، وليه وسيلة مواصلات عشان الطلبة اللي رايحين جاي، وكل لما يطلبوا منه حاجة يعملها يعملها، وأنشأ جامعة وأنشأ مستشفى وأنشأ 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 وأنشأ. وروح شوف الإنجازات، اكتب الوقت في جوجل الحاج صلاح عطية إنجازاته بدأ بكام، واعرف قصة الرجل ده، قصة الرجل ده قصة في غاية. ده كان يلقب بسيدنا عثمان بن عفان عصره. يا سلام. اه طبعا يا سلام. اعرف ونخليها حلقة الله. تانية الوحيدة نعرف يستحق. ايه الحاج محمود العربي الناس اللي المركب طبعاً. اللي فيها لله ما بتغرقش طبعا. اي والله العظيم صحيح. دي كلها لله، مش فيها لله. أيوة هي كلها لله، كلها لله صحيح. احنا محتاجين، مش محتاجين حاجة منها اصلا ولا بتاعت حد، ده هي كلها مكتوبة كده، وقف النخيل مش بتاعتنا. على ذكر النخيل، وانتوا بزرعين في المزرعة دي اللي هو النخل او النخيل التمر المجدول، انواع التمور كتير جدا صعيدي اللي احنا بنشوفه داخلين ان شاء الله على رمضان كل سنة والناس كلها طيبة يا رب، ويجعل الايام دي ايام سعادة وبركة يا رب، يا رب يجبر بخاطرنا كده ويسعد الناس كلها في بيوتها، ويجبر بخاطر كل واحد يا رب. إن التمر انواعه كتير، بيبدأ من 5 جنيه لغاية 300 جنيه، ده اعلى حاجة اللي هو مزروع ده اللي اسمه المجدول، ونيتكم تجاهه تصدير كمان. هو اصلا مش بتاع هنا يعني مش بتاعنا احنا في مصر، هو مطلوب حتى في اوروبا وامريكا جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لك ان شاء الله المستر عبد العزيز يبقى في حلقه يجيب النوع كده معين ويوريه للناس، ويشوف شكل التمره عامل ازاي. كلها بتبقى لحم فعلا طبعاً، وبتبقى نواه صغيره وطعمها فعلا خرافه، حاجه جميله. الحضارة الإسلامية كان الوقود بتاعها الوقف طبعا، كان أموال الوقف طبعا طبعا، وعملية التعليم والصحة وكل شيء. ليه؟ أعصابي ما كانتش تعبانة، بكرة الرجل اللي بيمل اللي بيمول هيحصل له حاجة، فقلبي متعلق خايف، لكن ده بفضل الله عز وجل. فإحنا محتاجين ننشط فكرة مال الوقف. صحيح. أنا بشكرك على وجودك معانا في حلقة النهاردة، جزيل الشكر، ونشوفك على خير بإذن الله. وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، بشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، ونلتقي على خير بإذن الله. إلى اللقاء.